سلام عليكم. عملها بوتين الرئيس الروسي ضحايا يوم تلو الآخر، شخص تلو الآخر، دولة تلو الأخرى. العالم بتغير من يوم الحرب الروسية الأوكرانية 24 فبراير الماضي، والضحايا بيتزايدوا. سواء مش بس بتكلم على أشخاص، أنا بتكلم على عملات، عملات كانت ليها الريادة والسبق في العالم. عملة كانت يعني بتسمع ليها شنة ورنة زي ما بيقولوا، لو بتكلم على اليورو. العملة دي النهاردة بيحصل لها زي ما بيقولوا كده اكوتي او تساوي مع الدولار لأول مرة من سنة 2002. العملة اللي كانت في يوم من الأيام بتعادل في قيمتها في سنة 2007-2008 $1.60. العملة دي النهاردة بتصل لحوالي $1.01. يعني تعاملات التلات بنتكلم على انه 1 يورو بيعادل $1.05 من 1000 يورو. طبعا احنا بنتكلم على تساوي او شبه تساوي. طب خد عندك المعلومة دي، بيخرج رئيس بنك داوتش بنك الاوروبي يقول لك اسمع، خلال الفترة الجاية ان ما تحلتش ازمة الطاقة مع روسيا واتفتح خط نورد ستريم، انا متوقع انه 1 يورو يعادل $0.95. ده كلامه لبلومبرج. فزي بقول لك الضحايا كتير جدا، دول وعملات، مش بس اليورو، انت عندك كمان الجنيه الاسترليني بيحصل ليه انخفاض في قيمته وبيصل لحوالي $1 يعادل جنيه استرليني 0.15. فانت هنا امام انهيارات يعني متتاليه لعملات ولدول. ولكن اللي انا عايز اقوله لك واحنا بنطرح هذا الموضوع ومعانا معلومات مهمه فيه، يا ريت تتابعنا، انه احنا لازم لا نضع انفسنا في كوكب منعزل. لازم نبص للموضوع ان الحمد لله حتى الان نحن دولة تعيش باستقرار، تعيش بثبات الى حد ما. عندنا تضخم كبير ولكن على وضعنا وعلى ظروفنا الحمد لله على اللي احنا فيه. الحمد لله ان انت عندك مواطن بياخد رغيف خبز بخمس قروش، مش بس مواطن، انا بتكلم على 70 مليون مواطن بيحصلوا على دعم بخمس قروش رغيف، والدولة دي بتقدمه بخمسة وسبعين 80 قرش الرغيف، هو بياخده بخمس قروش. ودي دولة تعتبر من اكبر مستوردي، بل هي اكبر مستورد للقمح في العالم. الحمد لله ان احنا دولة من الدول اللي بتعد الان من اقل دول العالم في اسعار النفط، رغم الاسعار اللي الناس بتتكلم عنها، ولكن حتى الان نحن في اسعار النفط لا نقارن بدول اخرى. نحن لا نقارن في الخدمات التعليمية والصحية بيهم، ولكن انت دولة مبنية من جديد، هم دول مستقرة وثابتة، الوضع متكامل وشامل. واي حد يتكلم على مقارنة مصر بالدول دي لازم تقارن مقارنة كاملة مكتملة. ما تضعش وضع الاستقرار اللي في الدول دي من سنين وتقارنه بالوضع المصري الغير مستقر على مدار العشر سنين اللي هم اللي فاتوا، او الفترة اللي قبلها وفترة الثورات و2011. اللي عايز اقوله لك هنا انه لازم تحمد ربنا على ان انت دولة حتى الان واقف على رجلها، وعلى ان احنا دولة لسنا دولة صاحبة ثروات، نعتبر ثالث اكبر دولة في عدد السكان في افريقيا. وزي بقول لك ما عندناش ثروات تعوضنا يعني الهالك واللي بيحصل من تضخم على مستوى العالم، ورغم كده الحمد لله لسه موجودين ولسه لينا صوت موجود وبتسمع على مستوى العالم وعلى مستوى دول المنطقة. ده اللي عايز اقوله لك، لانه الدول الغنية عندها نفسها، الدول المصدرة للنفط واللي عندها ثروات هي نفسها عندها تضخم، وبعض المواطنين هناك بيشتكوا حتى رغم الثراء اللي هم فيه. اللي عايز اقوله لك كمان انه العالم النهاردة قوة كبرى عالمية، الدول دي ما يهمهاش غير ان مصلحتها تكون هي وفقط. عشان كده احنا بننادي وبنسمع صوت كل مواطن عربي، عايزين وحدة عربية اقتصادية، عايزين مؤسسة وعملة عربية اقتصادية تنافس وتضع ثرواتنا العربية وقوتنا في صوت واحد. هذا الصوت يبحث عن مصلحتنا وفقط، مصلحة الشعوب العربية القوية اللي بتقودها مصر والمملكة العربية السعودية، مصلحة هذه الشعوب أمام تكالب القوى الغربية على مصالحها، مصلحة هذه الشعوب أمام الطمع والجشع الأمريكي، مصلحة هذه الشعوب أمام البنك الفيدرالي الاحتياطي الأمريكي اللي كل فترة أو كل 21 يوم يعلي سعر الفايدة، فيزود سعر الفايدة بحوالي 75 نقطة أساس، ومعاه يسحب كل الاستثمارات الدولارية اللي موجودة في أسواق نشأة أو غير نشأة. حتى الأوروبيين بيشتكوا من ده، بيقولوا إن المستثمرين بيذهبوا لمنطقة اسمها السيف هيفن، وهي منطقة الأمان، منطقة الأمان اللي فيها بيبعدوا عن مخاطر الاستثمار في السوق العالمية المضطربة النهاردة، بيروحوا الاستثمارات أو بيروحوا لإيداعات دولارية ذات فائدة مرتفعة. الولايات المتحدة الأمريكية عمالة تزود في سعر الفايدة كل فترة من ساعة ما الأزمة الجديدة حصلت، ومتوقع كمان في الاجتماع القادم للجنة البنك الفيدرالي أو البنك المركزي الأمريكي إنها تزود كمان سعر الفايدة، ومعاه كمان محاولة لزيادة
كبح جماح التضخم، ولكن معاه أيضا هيكون هناك زيادة في الركود في السوق. هو ركود طبيعي بيحصل نتيجة للوضع الحالي، ولكن أيضا حابب أقول أن النهاردة الولايات المتحدة الأمريكية بتوفر لعملتها السبق وتوفر لعملتها الأمان على حساب العملات الأوروبية الصديقة لها. طبعا عايز اقول لك ان النهاردة روسيا هي سبب لا يتجزأ او سبب اساسي في كل ده. اللي حصل انه بالامس قامت روسيا باغلاق خط نورد ستريم 1. خط نورد ستريم 1 هو السبب في كل اللي انت هتسمعه. كل اللي هتسمعه مني او من غيري جزء كبير منه السبب فيه هو خط نورد ستريم 1. اعتماد اوروبا على الطاقة من روسيا. اوروبا بتعتمد بنسبة حوالي 40% من الطاقة اللي بتحصل عليها من روسيا. العام الماضي واخدة اوروبا عبر الانابيب من روسيا حوالي 155 مليار متر مكعب غاز من روسيا. العام ده بتحاول اوروبا انها تقلص من اعتمادها على روسيا، ولكن في نفس الوقت هي واقعة بين المطرقة والسندان. هم عايزين كمان يحاولوا يوفروا مخزون كبير جدا من احتياطي الطاقة، خاصة مع قدوم الشتاء القادم وموجة البرد المتوقعة اللي هتيجي. فالجانب الأوروبي عايز يوفر نفسه مخزون كبير من الطاقة، ولكن هذه النقطة تتفهمها روسيا جدا، فقامت بقطع إمدادات الغاز عن عدد حوالي 7-8 دول أوروبية. رقم 2، قامت بإغلاق خط نورد ستريم 1 بحجة أنه في صيانة. هذا الإغلاق المفروض أنه بدأ امبارح ساعة ما الإغلاق بدأ، وسعر اليورو تعرض لضربة قوية جدا. عايز أقول لك بالدليل أن اليورو الأسبوع الماضي كان بيعمل حوالي 1 يورو يعادل حوالي 1.1 أو 1 وأكثر من 1.1 دولار، يعني في خلال اليومين دول فقط قيمة كبيرة جدا من قيمته. طبعا من بداية الحرب وحضرتك عارف أن اليورو فقط 12% من بداية هذا العام 12% من قيمته أمام الدولار. هل الدولار بيفقد أي شيء من قيمته؟ لا، الدولار بحسب مؤشر عملاه بلومبرج اسمه بلومبرج دولار سبوت بيقولك ان الدولار قيمته من الاسبوع الماضي حتى هذا الاسبوع زادت بنسبة 1.2%، وقيمة اليورو من الاسبوع الماضي حتى هذا الاسبوع تقلصت بنسبة 1.3%، وزي ما قلنا لحضراتكم اليورو اتضرب 12% من بداية العام. عندك المؤشرات دي، مؤشرات جاية من بلومبرج ومن الجاردين. شوف اليورو كان عامل ازاي ووضعه عامل ازاي في السنين اللي بقولك عليها 2007 و2008 وفي سنين مختلفة، وشوف وضعه عامل ازاي النهاردة مع النزول الحاد اللي حضرتك شايفه. بلاش المؤشر ده، شوف عندك مؤشرات الجنيه الاسترليني امام الدولار عاملة ازاي، والنهاردة ايضا بيحصل له ايه، لان الجنيه الاسترليني ايضا لم يحدث ليه من مارس 2020. اقل هبوط وصل للجنيه الاسترليني امام الدولار كان في مارس 2020، بينما اقل هبوط كان لليورو امام الدولار كان في حوالي سنة 2002. النهاردة بيصل لنفس الهبوط ومعرض انه ينزل لاقل من هذا الهبوط. طبعا حضراتكم عارفين ان اوروبا بتعاني من التضخم، عندهم تضخم النهارده، مش بس اوروبا، الولايات المتحده الامريكيه، ولكن عند اوروبا تضخم بحوالي 8.6% هذه الفتره. بالنسبه لالمانيا على سبيل المثال تسجل لاول مره من سنه 91، شوف انا بتكلم على المانيا، اول عجز تجاري لها في السلع. ده ما حصلش زي بقول لك من 91، لانه المانيا عندها يعني هذا الميزان مرتبط باسعار السلع الاساسيه اللي هي صادراتها السلعيه مرتبطه باسعار السلع الاساسيه، والارتباط الكلي بالوضع الحالي في اوروبا سواء بتكلم على تضخم او بتكلم على انقطاع الغاز. اللي عايز اقوله لك في موضوع نورد ستريم ان روسيا قالت هنغلق هذا الخط 10 ايام، يعني من يوم 11 ليوم 21/7 الجاري. اللي حصل كمان انه بيقول رئيس الطاقه او وزير الطاقه في المانيا، انا شخصيا مش عارف هل هيفتحوا الخط تاني لصادرات الغاز عبر الانابيب ولا هيظل مغلق باي حجه بتقوم بها روسيا. يعني حتى المانيا مش عارفه الخط هيظل شغال او هيغلق ويستمر لفتره غير محدده او لوقت غير معلوم. ده الوضع اللي لازم تشوفه، لازم تشوف معاناة الأوروبيين أصحاب الثروات النهاردة وضعهم النهاردة وصل بهم الحال لفين نتيجة لتعاونهم مع الولايات المتحدة الأمريكية، وماذا فعلت الولايات المتحدة الأمريكية مع أوروبا، ماذا فعل البنك الفيدرالي الأمريكي. ولكن عايز أقول لك للأمانة هي سياسات بحسب الاقتصاديين أمامي بيقول لك أن سياسة الفيدرالي الأمريكي كانت واضحة، كل اجتماع أو كل جلسة بيعرف أو بيرفع سعر الفايدة بمقدار 25 نقطة أساس، فرفع حتى الآن بمقدار 75 نقطة ومتوقع أنه يرفع أكتر من كده. بينما البنك المركزي الأوروبي لم يحدث أي رفع في سعر الفائدة، لأنه رفعه لسعر الفائدة هيزود سعر الفائدة على اليورو، فهيقوم المستثمرين بإيداع حسابات أو بإيداع يعني عملتهم باليورو في البنوك الأوروبية. ده اللي المفروض كان هيحصل، ولكن البنك المركزي الأوروبي ما فعلش ده ولم يرفع سعر الفائدة إطلاقا على اليورو من سنة 2011. بينما البنك المركزي أو الفيدرالي الأمريكي كل يوم عن يوم وكل اجتماع بيرفع سعر الفائدة. ده أحد العوامل كمان اللي نزلت يعني قيمة أو أسهم اليورو مقابل
الدولار الامريكي. مش بس كده، احنا بنتكلم كمان على انه الاقتصاديين في اوروبا بيقول لك كده بالنص انه البنك المركزي الاوروبي فيدلين تايم بيضيع الوقت، بيهدر الوقت، ما بياخدش قرارات صائبه في حل الازمه الحاليه. وطبعا الوضع معروف ان البنك المركزي الاوروبي محاط بحصار كبير جدا من العوامل اللي بيقدرها وبيضعها في الحسبان عند اتخاذ قرارات خاصه بالسياسه النقديه. عايز اقول لك انه مثلا على سبيل المثال حضراتكم عارفين ان المانيا او انجلترا عملت بريكزت من سنه 2020، ورغم كده انها متضرره تضرر كبير جدا من علاقتها ايضا بالدولار الامريكي. النهارده الجنيه الاسترليني ده كان في وقت بيصل لحوالي 1 جنيه استرليني بيعادل دولار و40 سنت، النهارده 1 جنيه استرليني بيعادل دولار و15 من 100 سنت. نزول كبير جدا في قيمه الجنيه الاسترليني، نزول كبير جدا في قيمه العملات. ومعاه فانه في زياره قادمه للرئيس الامريكي جو بايدن هتبدا من النهارده او بكره، ده المنطقه هتبدا باسرائيل والضفه الغربيه ثم تتجه للمملكه العربيه السعوديه، ومزمع انه يلتقي بزعماء المنطقه دول الخليج ومعاهم مصر والاردن والعراق. مطلوب ان احنا نجد يعني دعم لهذه الدول او دعم لدول المنطقه. يجب ان يكون في صوت لحمايه مصالح دول المنطقه، حمايه مصالحنا الاقتصاديه، حمايه مصالحنا من الاستثمارات اللي بتهرب، من الايداعات الدولاريه اللي عماله تسحب من البنوك، من انخفاض قيمه الاحتياطي في البنك المركزي المصري ليصل لحوالي 33 مليار دولار فقط بعد ما كان بيقترب من 45 مليار دولار او اقل من ده بقليل. النهارده انت بتتكلم في يعني خسائر كبيره جدا وضربات تتلقاها مصر ودول المنطقه. عشان كده بتيجي مجلات تقول لك اتعس شعوب المنطقه، وبيضعوا مصر في المركز الخامس وبيضعوا مع عدد من الدول في المنطقه. الحال ان الدول دي كتر خير الدنيا انها باوضاعها الحاليه، كتر خير الدنيا ان عندك دوله زي مصر لا زالت تقدم دعم للمواطنين في هذه الازمات الطاحنه اللي زي بقول لك كده بيقدموا رغيف الخبز ل 70 مليون مواطن بخمس قروش، خمس قروش دي في قياس العملات العالميه والاوروبيه لا تضع باي حساب، يعني ما تقدرش تضعها في مقارنه مع السنت ولا مع اي عمله قليله او جزئيه من العملات الاوروبيه الكبرى. عشان كده بنقول لكل مواطن في مصر انه هناك من يستحق الدعم وهناك من لا يستحق الدعم، خاصه لما بتكلم على رغيف الخبز. اعتقد بكل تاكيد انه 70 مليون مواطن في مصر لا يستحقوا كلهم انه يحصل على رغيف الخبز بخمس قروش، على الاقل بنقول جزء منهم يحصل عليه بهذا السعر. ولكن لما تيجي تتكلم في موضوع زي ده هتجد انه اللي ما يستحقش هيدافع يقول لك لا ليه هم يغلوا سعر رغيف الخبز، حضرتك انت نفسك لا تستحق ده، فاترك الدعم يتجه لمن يستحق ولا تشاركه فيه، لانك بتضر نفس الشخص اللي يستحق هذا الدعم، لانه لما هترفع عن عبء الدوله وكاهل الدوله الدعم اللي انت بتشارك فيه الشخص ده المفروض انه يحصل على هذا الدعم ويحصل على المزيد منه، خاصة انه لو ثبت انه محتاج هذا الدعم. اللي عايز اقوله لك ان احنا يعني الحمد لله في وضع جيد، والدول العالمية وضعها متوتر، كلنا شايفين تضخم هنا وهناك، ولكن طالما انت قادر انك تجابه ده وتقدر انك تعمل شغل وتكمل فيه خطواتك اللي انت ماشي بيها ولم توقف مشاريعك التنموية وكمان بتقدم يعني شغل على الارض بيحصل رغم كل الازمات، فانت الحمد لله بخير وهتفضل بخير دايما. بشكركم جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.